كان هناك إسقاط ناجح لهذا المنطاد، وأود أن أشكر الطيارين الذين نجحوا في هذه المهمة، وسيكون هناك إبلاغ عن مستجدات أخرى لاحقا. التوصية كانت من مجلس الأمن. أنا قلت لهم في يوم الأربعاء أن يسقطوا المنطاد، وقالوا لي لابد أن يكون هناك مكان آمن لضمان السلامة. إذن تابعنا هذا التصريح والتوضيح من الرئيس بايدن الذي قال بأنه هو من أعطى البنتاغون التوجيه منذ يوم الأربعاء.